وجعفرنا لا يخمس أموال المسلمين، بل يرى أن أموال المسلمين مصونة. عن أبي عبد الله قال: وقد جاءه أحد أتباعه بمال فرده عليه وقال: قد طيبناه لك وأحللناك منه، فضم مالك وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهو لهم محللون حتى يقوم قائمنا. وهذا في الكافي الجزء الأول صفحة 48. وقال الطوسي أو بوب الطوسي بابا بعنوان: ما أباحوه لشيعتهم عليهم السلام من الخمس حال الغيبة. وعن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. هذا هو جعفرنا، هذا هو جعفر الصادق. الخمس إنما يؤخذ من الكفار في الجهاد. تنبهوا إلى ثلاث قضايا: القضية الأولى أنه ليس الخمس وإنما خمس الخمس، وذلك أن المجاهدين إذا فتحوا بعض البلاد وغنموا يقسم المال إلى خمسة أخماس، ولنفرض أن الغنيمة ألف، فهذا الألف يقسم إلى خمسة أخماس: مئتين 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 مئتين، ثم أربعة أخماس تكون للمجاهدين، للذين شاركوا في الجهاد، ثم يبقى خمس. هذا الخمس الذي هو مئتان يقسم مرة ثانية إلى خمسة أخماس. هذا الله تبارك وتعالى جل وعلا يقول في كتابه العزيز: ما أفاء الله على رسوله، في سورة الحشر الآية السابعة: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هذا الخمس من أهل القرى، واعلموا أن ما غنمتم من شيء في الأنفال، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا هو الخمس. إذن أولا أنه خمس الخمس، وذلك أنه أربعة أخماس تقسم على المجاهدين، ثم خمس يكون على خمسة أخماس كذلك: خمس لله والرسول، خمس لذوي القربى، خمس لليتامى، خمس للمساكين، خمس لابن السبيل. كم لذوي القربى؟ خمس. خمس كم؟ خمس الخمس كم؟ 40 من 200. فهذه أول نقطة، أن الخمس الذي ذكر في القرآن إنما هو خمس الخمس الذي هو 4% وليس الخمس 20%. الأمر الثاني أن هذا الخمس إنما يؤخذ من الكفار لا من المسلمين، لا من المسلمين بل من الكفار. لا يؤخذ من المسلمين إلا الزكاة. عطلت الزكاة عندكم وعظم الخمس، لأن الزكاة 2.5% بينما الخمس 20%، وإذاك أهملت الزكاة ولا ذكر للزكاة، بينما الزكاة ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى قريبا من 30 مرة، والخمس ذكر مرة واحدة في الأنفال، وذكر
تنبيها في الحشر، وهو كما قلت خمس الخمس وليس الخمس، ثم من الكفار وليس من المسلمين. احفظوا أموالكم، انظروا وانتبهوا ماذا يراد بكم. النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول ليس في المال حق سوى الزكاة. إذا الأمر الأول أنها خمس الخمس، الأمر الثاني أنه من الكفار، الأمر الثالث أنه في الجهاد ليس من الكفار في حياتهم العامة، أن تسرق أموالهم أو أن يقتلوا وتأخذ أموالهم تغصب أبدا، وإنما في الجهاد، الجهاد الذي عطل حتى يخرج المهدي المنتظر، الجهاد الذي شرعه الله عطل، والخمس الذي لم يشرعه الله تبارك وتعالى أخذ من المسلمين. أي دين هذا؟ ليس هذا دين جعفر. لا يعرف جعفر رضي الله عنه وأرضاه هذا الدين أبدا. جعفرنا هو جعفرهم.